في هذا الكوخ المتواضع وسط ساحة الحرية كان يقضي مصطفى معظم أوقاته. اندلاع ثورة فبراير في العام 2011 مثل منعطفا جديدا في حياته، ليجد نفسه واحدا ممن انخرطوا في صفوفها دون تردد. الساحة ما بين مدرسة وبيت، كانت مدرسة في البداية نتعلم منها كثير، وساحة انطلاق الثورة أصبحت منزلا وسكنا، سكنا للروح والمشاعر والهدف. سبب الصمود والبقاء حتى هذه اللحظة مع تخلي الكثير هو أنني تعرفت على الكثير فذهب منهم شهداء، والثورة كانت ضد الشخصية والحكم المتصلب في شريان شخص، ثم أصبحت ضد منظومة متكاملة. اعتبر مصطفى الثورة عالمه الخاص إلى جانب الحلم الذي كان يراوده بالتغيير. يتمتع بموهبة الشعر، وساهم هذا الشاب المتوقد بإلقاء مئات القصائد في مهرجانات ساحة الحرية بتعز. كانت أهم أول صعود على المسرح أو على المنصة بقصيدة المعاق، ثم من تلك اللحظة كنت مشاركة فقرة واحدة تم اختياري للجنة الإعلامية. فنان غصن الباني بالألحان قادة، والفل والريحان والكادي تهادى، فسألت قلبي ما المناسبة، ارتمى قلبي على شفتي فصاح ونادى، يا سائلي حتى السماء تزينت فرحا بعيد حطم الأعياد، فبراير الحر هذا عرسه ألق ذكراه تحلو تسعد الأولاد، فهو الجنين وللجنين حكاية دعني أترجم سحرها الوقادة، تعز به حملت فضاق ولم يطق صبرا فألقى ضوءه وتمادى. كان مصطفى الذي يعمل مدرسا في مديرية المعافر بريف المحافظة واحدا من آلاف الشبان ممن تدافعوا إلى ساحة الحرية، لكنه كان أكثرهم حماسة وهتافات. كنت بكل شرف مقررا للجنة الإشرافية لمسيرة الحياة، كتبت بيانها الأول، شاركت في إعداد الصدح الأول لانطلاق المسيرة في 18/12/95 تحقق نصف هتافي، عاش الشعب اليمني عاش، لا حوثي ولا عفاش، النصف تحقق، فقتل كما يقال حوئيل عائيل حوثي قتل عفاش. يمضي الشاب الثائر حياته في العقد الرابع، إذ بات يحسب عمره الآن بعمر الثورة التي وجد حياته فيها وانطلق في عالمها حتى اللحظة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.